طب اخر موضوع هتكلم فيه معاكم، وهو طلع كلام بيقول لك، عارف انت المثل بيقول لك هو اللي بيموت بيرجع، هو اللي بيموت بيرجع. لا طبعا ما بيرجعش، لا طبعا ما بيرجعش، والموت علينا حق ونعمة بالله. طيب بيقول لك ان كهربا هيتم اعادة التحقيق في ملف كهربا. ليه يا عم الحاج؟ اصل كان وليد العطار ماضي وهو مش ماضي، اصل كان خاتم وهو مش ختم، اصل كان موجود وهو مش موجود. لوك 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 لوك، القضية اتحكمت حكم نهائي وبات غير قابل للطعن. عارف يعني ايه غير قابل للطعن؟ عارف يعني ايه غير قابل للطعن؟ يعني لو الزمالك راح للمحكمة الرياضية الدولية الكاس وقال لهم انا زورت عقد كهربا، هتقول له انا ماليش دعوة، الحكم غير قابل للطعن وواجب النفاذ، وواجب النفاذ وحكم غير قابل للطعن. ما ينفعش الملف بتاع كهربا يتفتح من اول وجديد، ما ينفعش. خلاص مات الكلام، وكهربا هيدفع 2 مليون دولار و650 الف دولار، 5% غرامة تأخير فوائد على المبلغ. انما احنا عمالين بنهري، احنا عمالين بنجيب مواضيع، احنا عمالين بنجيب ده وبنجيب ده وبنجيب ده، وعمالين بنهري عشان القطيع يصدق، عشان الناس اللي هم ليهم مخ معزة، تفتح المخ ده هتلاقي مخ معزة، او ممكن تلاقي مخ بس في جنبه حتة كبدة وسلطة وسلطة طحينة، فممكن تجيب رغيف وتقعد تغمس لو فتحت دماغهم، لو فتحت دماغهم. فبدليل، طب انا عايز دليل يا عم محمد، هديك دليل. الشخص البتنجاني اللي طلع قال كده ان قضية كهربا هيتفتح التحقيق بتاعها في الفيفا، بيقول لك القضية بتاعت كهربا هيتفتح التحقيق بتاعها في الفيفا. طب هل القضية في الفيفا؟ عشان اقول لكم ان دول شوية جهلة. هل القضية في الفيفا؟ هل القضية في الفيفا؟ لا مش في الفيفا، ولا في الفيفا ولا في الفيفي. القضية في الكاس، القضية في المحكمة الرياضية الدولية. دي اول كذبة ايها المعتوه. الكذبة التانية، ازاي كهربا هيفتح الملف بتاعي ان الزمالك زي ما هم بيقولوا يعني زور عقده، وازاي ان المحامي بتاع كهربا راح للزمالك اكتر من مرة وراح للمحكمة الرياضية الدولية اكتر من مرة عشان يقسط الفلوس، والمحكمة الرياضية قالت له انا ماليش دعوة، والزمالك قال مش هقسط فلوس، انا عاوز الفلوس لوكشة واحدة تاتش تاتش، عشان الناس عاوزين نقولها تاتش، ال 2 مليون دولار و650 الف فوائد تاتش، اخدهم لوكشة واحدة. طب منين محامي كهربا عمال بيجري على التقسيط، ومنين القضية هتتفتح تاني؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، رقم اتنين، منين كهربا عمال بيجمع في الفلوس ويتكلم مع الاهلي ويتكلم، والاهلي عمال يشوف الرعاه، والاهلي عمال عاوز فلوس، ويا حسن السودا يانا يامه، ومش عارف اجيب كهربا، الفلوس بتاعت كهربا منين يانا يامه؟ منين الاهلي عمال بيجمع الفلوس، ومنين ان القضيه هتتحقق فيها تاني؟ منين الاهلي عمال يقول لكهربا استنى يا ابني بعد ما يخلصوا الصفقات عشان ما يعرفوش يعملوا صفقات؟ وزريو المستشار ديب عنتر ولبلب جابوا صفقات توجع وبدون فلوس كهربا ومحجوز على الارصده بتاعتي، عارف انت زيو 11 زيو. الصفقات جت، اصبر يا كهربا عشان ماتش السوبر، اصبر يا كهربا عشان ماتش السوبر، ادي ماتش السوبر جاي اهو. طب منين هيدفعوا بعد ماتش السوبر؟ ومنين اصل القضية هتتفتح تاني
في المح في يعني ما اعرفش في الفيفا ولا في الفيفي اي كلاموش واي هري واي بتنجان. وده للاسف عشان في بعض من القطيع بيصدق فكل الكلام ده غلط، كل الكلام ده كذب. كهربا هيدفع 2 مليون دولار و650 ألف دولار فوائد على هذا الدين وهذه الغرامة، وكل ما بيتأخروا كل ما الفلوس بتزيد. يعني كل تأخيرة وفي أخيرة، كل تأخيرة في مصلحة نادي الزمالك. المستشار جاب صفقاته وخلص الصفقات، المستشار اليومين دول بيدي اللعيبة فوق ال40 مليون جنيه مقدمات تعاقد. عملتها ازاي؟ مالكش فيه، انت ليك اكل ولا بحلقة؟ كل مالكش دعوة انا جبت الاكل منين، وانا كجمهور ماليش دعوة المستشار جاب الفلوس منين. مش انا ليا اكل؟ خلاص، مش جاب صفقات وبيدي مقدمات وعامل مكافأة فوز مدوية في ماتش السوبر، ودي مفاجأة لعيبة نادي الزمالك في ماتش السوبر، عامل مفاجأة فوز مدوية. فما تصدقوش حد، دول كلهم شوية كدابين، دول كلهم شوية أفاقين، دول كلهم شوية مدلسين بيجروا ورا اللايك والشير، ويضرب قنبله بالكذب هنا ويضرب قنبله يعني هنا بالكذب، عشان سيادتك الغلبان المحترم تفتح الفيديو وتلاقي واحد براس معزه بيتكلم معاك، نسيب بقى ابراهيم حماده عشان عاوز ينام، ما نطولش عليه عشان ممكن اطلع له في الحلم اعمل له كده، واسلم عليكم ونتابع بقى بعد قليل اللقاء المهم جدا بتاع المستشار مرتضى منصور على قناة نادي الزمالك. في النهاية بس ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك والشير للفيديو. اكيد الرجالة طبعا اللي على الفيسبوك اللي انا بشكرهم يعني من كل قلبي والله على اللايك والشير والتفاعل والكلام الجميل اللي الرجالة اللي على الفيسبوك بصراحة يعني متألقين هم واليوتيوب. فتحياتي ليكم، ونحاول نتقابل بكرة ان شاء الله بإذن الله في لقاء جديد ويوم جديد وحلقات جديدة بإذن الله تعالى. تصبحوا على خير وجمعة مباركة، والسلام عليكم، مع ألف سلامة.